الاستخبارات الجهويه لسيد الرئيس والاعضاء المكتب كلهم تابعوهم في هذه الشهور القادمه، واللي كانت في اطارهم مناسبه باش يكون نقاش على الرؤيه والهويه ديال الحزب وعلى الانتظارات ديال الساكنه وعلى المشروع المجتمعي ديال المغرب. واليوم الحمد لله بعد هاد الجولات اللي عرفتها جميع الجهات المملكه، اتضح بعد الاشراك ديال الجميع ما هي الرؤيه وما هي المبادئ ديال الحزب، وتاكد بعد الاستطلاعات الراي اللي كانت في كل جهه بالموقف ديالنا ديال الديمقراطيه الليبراليه الاجتماعيه اللي مبنيه على يعني التضامن والعمل الحر اللي كيجلب الاستثمارات وكيجلب فرص الشغل. كانت ايضا مناسبه باش الحمد لله بالعمل المكثف اللي قام به السيد الرئيس واللجان اللي خدمات باش وعملات بواحد الكيفيه يعني دقيقه على المشروع المجتمعي ديال المغرب، بعد ما سيدنا كان طلب باش يكون تفكير على النموذج التنموي اللي غادي يواكب تطور المملكه ويكون عندها واحد يعني النمو اللي يوصل يعني الازدهار لجميع المغاربه ويكون اكثر مساواه. وركزنا على ثلاثه المحاور اللي هي الشغل والصحه والتعليم، هادو ثلاثه ديال الميادين اللي هما جد مهمين، وحنا كنأكدوا ونعاودوا بان بدون تكوين سلب يعني ايجابي وصحيح ومبني على اسس جديده ما غادي يمكنناش نديو المغرب للمستقبل، وخص المغاربه كلهم جميع القوى السياسيه تنخرط في واحد الديناميه جديده باش نعتقوا هاد الشباب ديالنا من البدايه من من الصغر ديالهم حتى للجامعه، لانهم اللي غادي يواكبوا تطور المملكه. ثانيا الصحه، هذه ايضا تهو ميدان لا في التعليم ولا في الصحه المغرب كيخسر يعني ميزانيات جد مهمه سنه مورا سنه بدون نتائج اللي نكونوا راضين بها. فاحنا جينا برؤيه وبرامج دقيقه اللي غادي يمكن لها تطور هذه القطاعات الحيويه واللي بلا بها ما يمكنش يكون عندنا نمو اجتماعي سليم. وفي الاخير الشغل، المغاربه كلهم العائلات كلهم المشكل ديالهم هو الشغل ديال الشباب، فجينا ايضا باقتراحات باش يمكن لها تواكب هذا التطور، واقتراحات اللي غادي تكون مبنيه على رؤيه من هنا ل 2025 باش نبنيو المشاريع في جميع القطاعات اللي غادي يمكن لها تساعد في النمو. وشكرا.